دعت حركة 6 أبريل الشبان للمشاركة في مظاهرات يوم الجمعة المقبلة احتجاجا على أحكام البراءة التي حصل عليها الرئيس الأسبق حسني مبارك. وأكدت الحركة أن ما حدث هو انقلاب على ثورة 25 من يناير وأهدافها، وأنه لا بد لكل المؤمنين بأهداف الثورة التحرك تحت رايتها للتصدي لعودة نظام مبارك. أعلن ما يعرف باسم التحالف الوطني المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي عن تنظيمه لتظاهرات جديدة يوم الجمعة المقبلة في أسبوع أطلقوا عليه الاصطفاف والقصاص، مؤكدين أن هذه الفعالية ستكون ضد مبارك ونظامه بعد أحكام البراءة التي حصل عليها. أكد حمدين صباحي زعيم التيار الشعبي أن التيار الديمقراطي لم يقرر الدعوة إلى أي تظاهرات في الشارع، مشيرا إلى أن الدعوة لوحدة القوى المؤمنة بالثورة لا تتسع على أي نحو للالتقاء مع جماعة الإخوان التي أسقط الشعب حكمها والتي تنتهج العنف الذي يدينه التيار الديمقراطي. كذلك الرئيس أثناء لقائه بشباب الصحفيين والإعلاميين العشرين قال إن الدولة بتسعى حاليا لقرار جمهوري بقانون، أو هو نفسه بيسعى لقرار جمهوري بقانون متعلق بالفساد في المال العام، لا يكون جريمة تسقط بالتقادم. لأن مثلا لو في مسؤول بيحاسب بعد 20-30 سنة على فساد مالي في عصره، يعني الجريمة بتسقط بالتقادم. أستاذ عصام عاوز منك تعليق في دقيقة ونص. الحقيقة فكرة التقادم أنا حد ذاتي أنا لست من المتحمسين لها وأدعو إلى إلغائها. يعني إيه جريمة تقع وبمرور المدة تنتهي المسألة ويعود الشخص إلى وضعه؟ يقال يصعد كثيرا جمع الأدلة من 20 سنة أو حاجة. لا ما هو أنت هتقعد تستنى 20 سنة؟ لا هي مش كده. هو الجريمة لما بتقع على طول بيتم تحقيقها وبيتم تقديم الشخص للمحاكمة. عمليا التقادم أصل فيه نوعين، تقادم الدعوة وتقادم الحكم اللي هي العقوبة. يعني اللي عمليا بيقدم الشخص وبياخد حكم وبعدين بيتركن على جنب. لكن في الموضوع ده حضرتك بتقول ده، يعني مبارك مثلا في موضوع التقادم ده خده ليه؟ مبارك المفترض انه كان رئيسا للجمهورية، هل تستطيع النيابة العامة ان تحقق مع رئيس جمهورية في جريمة اللي هي جريمة الفيلات مثلا اللي هي موضوع القضية وهو في السلطة وهو رئيس دولة؟ ده عشان يقدم رئيس الجمهورية للاتهام، النصوص الدستور بتنظم ده، ان طلب يقدم لمجلس الشعب بالتلت وطلبين والتلتين يوافقوا ثم تبدأ المحاكمات. في ظل دستور بقى، في ظل انتخابات جرت، ودي من ضمن جرائم مبارك تزوير انتخابات 2010، هل كان من الممكن ان البرلمان ده يعمل استحالة؟ وبالتالي النائب العام في الجزئية دي ما يقدرش يحقق معاه. ولهذا امتى حقق بقى؟ لما تم مظاهرات في الشارع ومحاكمة شعبية، كان ليه شرف ان كنت عضو في هذه الهيئة، والزمنا المجلس العسكري ان يقدم مبارك للمحاكمة. لما قدم مبارك للمحاكمة وجه اليه هذا الاتهام في شهر ابريل 2011. تمام. بس بقى هنا كان يتعين على المحكمة انها تتبنى وجهة نظر. طيب. انه ايوه كان في عائق للنيابة انها تباشر الدعوة مع رئيس الجمهورية، مش تيجي تقول والله ده البلاغ ده متقدم او الشكوى دي مقدمة من سنة كذا وفات 10 سنين، 10 سنين. طيب. يتحسبوا ازاي؟ هنا كان المحكمة عليها تنتبه للجزئية. طيب معنا ثلاثة أخبار ربما يكونوا مرتبطين بشكل أو بآخر من قريب أو بعيد بحلقة اليوم، منها مثلا التيار الديمقراطي وفيه حزب الكرامة هو مكون يعني مهم في التيار الديمقراطي، يجمع توقيعات لمحاكمة مبارك سياسيا. أستاذ تامر عاوز تعليق منك فيه. هو التيار الديمقراطي اتفق على أنه أعلن رفضه، مش رفضه للحكم، لكن أكد أنه مبارك فاسد، كلنا شاهدنا فساده على مدار 30 سنه، ومتفق مع استاذ عصام في انه المشكله في طريقه المحاكمه اللي تمت، ان احنا حاكمناه على قتل المتظاهرين وما حاكمناهوش على ما افسد المجتمع طول الفتره اللي فاتت، وبالتالي احنا عايزين نحاكمه سياسيا ونستخدم ده الحكم نفسه قال كده. الحكم نفسه قال كده في النهايه، قال ال 36 سنه فساد في كذا وكذا وكذا بالظبط، وبالتالي وقال اين المسؤوليه السياسيه بالظبط، وبالتالي ده ما انفعل بقى الحكم زي ما اتفعل في موضوع القضايا انفعله في ده بالظبط. فهو ده الجزء الرئيسي. فاحنا حتى البيان اللي طلعه التيار الديمقراطي هو بيقدم مطالب، مش بيرفض الحكم باعتباره انه رفض الحكم القضائي، لانه لا يملك احد ان يعلق على الحكم القضائي، لكن بياكد ان احنا مبارك فاسد قاتل افسد المجتمع، لازم يحاكم سياسيا مش على قتل المظاهرين. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني بس في الجزء بتاع المال العام ولا يسقط بالتقادم، المشكله ده انا متفق معاه تماما، فكره التقادم مع استاذ عصام. لكن في جزء اخر، في قانون دلوقتي يعد لفكره التصالح في المال العام،
التصالح في سرقه المال العام بانه يدفع نسبه وتفاصيل بهذا الشكل، والقانون يعد الان. اذا كنا بنتحدث على ان التقادم مش موجود في انك بتستو على المال العام، بتاخد المال العام، من الطبيعي ان المال العام ده يبقى اعلى من فكره ان يبقى فيه تصالح. يعني ما تسرقنيش وفي الاخر تشغل الفلوس وفي الاخر تيجي يبقى مجرد رجل اعمال فاسد او وزير فاسد هيسد جزء من اللي عليه او من جزء من اللي خده. فاحنا بنرفض قانون التصالح، لكن بناكد ان اللي عم بيقولوا السيسي في موضوع التقادم مقبول. بس بقى هنا برضو بنقول الاقوال والافعال. ما تقوليش بشكل واضح انا هحمي المال العام باني هلغي التقادم، وفي نفس اللحظه بيكون في قانون بيعد تاني في مجلس الوزراء حوالين فكره التصالح في المال العام. طيب للتوضيح بس، لما بتقول يا استاذ تامر نحن بنرفض، نحن مين هنا؟ نحن كحزب الكرامه، نحن كمستضيف علينا حزب الكرامه. كويس. طيب لا هو اصلا كمان راجل يعني صحفي وكده وليه اراء، عشان بس يبقى الامور واضحه يعني. طيب مش انت منهم ما تخافش. طيب استاذ عصام، بتشوف في سهوله لتمرير الامر محاكمه مبارك عسكريا اسف سياسيا؟ وهو عند على فكره هو متهم برضه عسكريا، يعني ينبغي ان يحاكم عسكريا. لا فكره يعني جمع التوقيعات هي ايه الهدف منها؟ احراج النيابه مثلا؟ لا مش شوف يا استاذي، زي ما قلت لحضرتك مبارك اصلا لم يقد قعد 3 شهور منذ ان ترك السلطه. طيب. لم يحرك الاتهام الا المظاهرات في جدوى من جمع التوقيعات في جمع، وماله؟ ما هو نوع من ممارسه الحق السياسي والتعبير عن الراي، ان الناس تريد ان يقدم المحاكمه السياسيه. طيب الخبر الثاني من الاهرام، القضاء الاداري اليوم بيلزم وزاره الصحه بدفع 600 جنيه شهريا لكل مريض بالفشل الكلوي بمحافظه البحيره. وده نتاج فساد مبارك. طيب هل ممكن ان يعمم الامر طالما حكم قضائي صدر فيعمم؟ من حق كل شخص ان يلجا وياخد حكم ممثل ويطالب به. انا شخصيا ما اعرفش في مصر في كم مريض فشل كلوي، ما في ملايين فشل كلوي وفشل كبدي يعني ده يسهل ان هو يعمم وسرطان صدر حكم. والمبيدات اللي استوردها واللي دخلها. طيب. يوسف والي وكل هذه الناس. طيب. ينبغي ان دي المحاكم. الخبر الاخير سريعا كده ناخد تعليق من الاستاذ تامر. المصري اليوم بتقول شؤون الاحزاب تفاجئ، حزبي تمرد وسامي عنان، حزب تمرد تحت الانشاء وسامي عنان تحت الانشاء الحزب، برفض اوراق تاسيسهما اليوم. طيب هو بس سريعا كده عشان هو الخبر متاخد بشكل عام لكن مش دي المعلومات الحقيقيه. كويس. هو قدم اوراق المصري اليوم حزب التمرد، حزب تمرد قدم اوراق النهارده كان خلاف على شيئين. الشيء الاول هم مش ذاكرين لعنوان المقر الرئيسي للحزب. طيب بين السيدة زينب ما قالوش هيستوفي البيانات، فهو هيستوفي البيانات. فالموضوع مرتبط بانه اللائحه الحزبيه ما كانتش سليمه، يعني اللجنه اختلفت عليها. طيب. انما مش رافضه الحزب، هي عايزه يستوفي البيانات. طب بالمناسبه بقى هقول لحضرتك حاجه بما جاء سير الطريق. طيب ممكن المره الجايه عشان لا دي ثانيه اتفضل. لجنه الاحزاب، انا عن نفسي مقدم طلب منذ اكثر من شهر، اطلب من لجنه الاحزاب ان تفعل نص الدستور بعدم قيام احزاب دينيه ومراجعه برامج هذه الاحزاب. طيب. حتى الان لم يبت في الطلب. طيب الاستاذ عصام الاسلامبولي الفقيه القانوني، الاستاذ تامر الهنداوي عضو الهيئه العليا لحزب الكرامه، شكرا لكما. شكرا. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، دمتم في امان الله.